ماذا بعد رفع الدعم عن المحروقات؟ وما هي الخطوة التالية؟ كيف يمكن للقطاع العام أن يستمر؟ ومن يدفع الكلفة؟ من سيدفع بدلات النقل للموظفين؟ ومن سيؤمن الموازنات الضخمة ثمناً للمحروقات في المؤسسات الرسمية لإضاءة المكاتب فيها؟ وكيف تتحمل المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية والبلديات كلفة المحروقات؟ ولماذا تتقاعس الحكومة منذ سنة عن تأمين البدائل طالما أن الجميع كان يعلم أننا واصلون إلى رفع الدعم؟ وكيف تمكن حاكم مصرف لبنان من مواجهة المجلس الأعلى للدفاع ومن ثم اجتماع بعبدة من دون أن يتراجع؟ وماذا عن حملة جبران باسيل؟ هل أصبح لبنان دولة فاشلة بكل ما للكلمة من معنى؟ وكيف يمكن إعادة بناء مؤسسات متحللة لتنهض باقتصاد منهار بالكامل إلى درجة أن البنك الدولي توقع ألا ننهض قبل 19 عاماً؟ كيف يمكن أن يستمر بلد وشعب واقتصاد من دون الحد الأدنى من البنى التحتية بعدما باتت الكهرباء والمازوت والبنزين والدواء والمستشفيات حكراً على الأغنياء بسبب الكلفة العالية؟ من يتحمل مسؤولية كل ما يحصل؟ هل هو حاكم مصرف لبنان؟ ولماذا حمل رفع الدعم على كتفيه وببيان منه؟ ماذا عن المسؤولين السياسيين؟ وفي إطار تحميل حاكم المركزي المسؤوليات، أين أصبحت كل الملفات والتحقيقات المفتوحة بوجه رياض سلامة في سويسرا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا؟ وفي بيروت، ولماذا كل هذه القضايا فتحت دفعة واحدة بوجه حاكم المركزي دون سواه؟ وهل ثمة من يحرك القضايا في الخفاء ويريده كبش محرقة؟ ماذا سيقول اليوم حاكم المركزي؟ لماذا تعصى المصارف تعاميمه أو تتحايل عليها؟ هل يتم تنفيذ قرار رفع الدعم طالما أنه لا يصل إلى المواطنين؟ ولماذا لم يتم تأمين البديل حتى اليوم؟ ومن المسؤول عن تراجع الاحتياطي أكثر من 16 مليار دولار منذ 17 تشرين الأول 2019؟ باختصار، هل رياض سلامة هو المسؤول عن الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان بعدما طمأن أن الليرة بخير وأن الودائع موجودة؟ هل هو شريك الطبقة السياسية الذي يؤمن لها الغطاء اللازم عن كل ارتكاباتها؟ أم هو بات ضحية هذه المنظومة؟ وإلى متى يستطيع أن يسير بين النقاط بين مطرقة العقوبات الأمريكية من جهة وسندان سيطرة حزب الله والعهد العوني ورجله الأقوى جبران باسيل المعاقب أمريكيا من جهة ثانية؟ حاكم مصرف لبنان مطالب اليوم بالكثير الكثير من الأجوبة في استجواب أريده باسم قسم كبير من اللبنانيين دون أحكام مسبقة ومن دون سق براءة مسبق. فهل يتمكن رياض سلامة من إقناع اللبنانيين الناقمين على كل شيء؟ شكراً لاستضافتك، شكراً أنك خصصت برنامج استجواب بهذه المقابلة وأبديت الاستعداد للإجابة عن كل الأسئلة، واسمح لي مسبقاً أتشكرك كمان على رحابة صدرك. سأبدأ بآخر التطورات الكتيرة، رفع الدعم، انقطاع كل المواد. حضرتك أبلغت المجلس الأعلى للدفاع بأنك لم تعد قادراً على دعم شراء المحروقات، أصدرت قرار عملياً أعلنت فيه أنك ما بقى قادر تكمل دعم، بدك ترفع الدعم، ولكن ستبيع الدولار لشراء المحروقات على سعر السوق. وجهت حملة من النائب جبران باسيل، استدعاك رئيس الجمهورية. لماذا ارتضيت أن تتحمل وحدك هذا القرار؟ شو حدود مسؤوليتك عن مثل هكذا قرار؟ هو بالفعل قصة التوقف عن تمويل عمليات فتح الاعتمادات بأسعار معينة للبنوك لا نمول استيراد المحروقات، هل قرار هيدا بيرتبط أساسا بإمكانيات مصرف لبنان؟ فحلو كتير التنظير، ولكن إذا وصل الاحتياطي الإلزامي أو التوظيفات الإلزامية اللي موجودة لدى البنك المركزي إلى الخط الأحمر اللي إذا تعديناه بنكون عم نخالف القانون، فاليوم البنك المركزي مضطر انه يوقف تمويل هالاعتمادات
ويعطي البديل. أعطينا بديل. أعطيتم بديل؟ أكيد أنه يصير في تشريع بمجلس النواب بيسمح لمصرف لبنان يستعمل التوظيفات الإلزامية لا يمولوا في استيراد المحروقات. خلينا ننزل بالتدرج. بداية هل كان القرار منفرد للمجلس المركزي ولرياض سلامي؟ يتهمك كذلك فريق رئيس الجمهورية والرئيس حسان دياب أنه ما كان في موافقة ضمني. رسلنا الحكومة من سنة وتبعنا بعدة رسائل للحكومة وكل مرة كنا عم ننبه أنه انتبهوا نحن عم نوصل لمستويات معينة من الانخفاض بموجوداتنا الخارجية واستبقوا الأمور وعملوا ما يقتضي لما نوصل لهالوقت هيدا. حتى يمثلوا مصرف لبنان بمجلس النيابة وقت كانوا عم يبحثوا بموضوع البطاقة طالبوا أيضا من النواب الكرام انه خلي يكون في اذن بالقانون لانه مصرف لبنان يستعمل من التوظيفات الالزاميه لا تمويل هالمستوردات. ولكن اليوم هل القرار كان منفرد لحاكم مصرف لبنان ام بقيه الاطراف كانت موافقه ضمنيه؟ كل العالم معه الخبر. خلاص خلينا نحكي جد انه ما يعني في معه الخبر بالحكومة، معه الخبر على صعيد رئيسة الجمهورية، معه الخبر بمجلس النواب. كنا عم نتفاوض أو المجلس المركزي كله أخذ القرار. يعني ما في مش شغلة أنه مثل ما عم يجربوا يصوروها. أنا عم بقول هذا هو الحل. تفضلوا بدل ما تعملوا كل هالسينما نزلوا على مجلس النواب هلأ عملوا قانون أنه بيتمول من احتياطي الإلزام الاستيراد وخلينا نحرق كل هالدولارات نجيب مازوت. ليه مصر على تشريع للإنفاق من الاحتياطي؟ رئيس الجمهورية عم بيقول لك صروف. ما هو القانون بيقول هيدا قانون. نحن وقت القانونيا قالوا لنا ما عاد فيكن لأن بتخالفوا القانون لازم يكون في قانون. رئيس الجمهورية، فخامة الرئيس مع رئيس الوزارة مع وزير المالية مضوا على انه نقدر ندين الدولة بموجب المادة 91. عبتقول الدين الدولة. وزير المالية بقول فيكم تدينوا، انا بمضي لان عبتدينوا الدولة بس ما رح امضي اذا عبتدينوا عبتدينوا لتمولوا شركات خاصة مثل شركات البترول. نعم. طيب. لحد هلأ يعني كل الأطراف عم بتقلي أنه كانوا عارفين بالموضوع وما تفاجأوا أبدا، بس هل صحيح أنه قرار رفع الدعم اتخذوا المجلس المركزي بإجماع كل أعضائه وأنه حضرتك أبلغت المعنيين ببعبدة وقلت لهم إذا بغير رأيه المجلس المركزي ساعتها أنا بتراجع؟ أكيد أنا لأن كنا عم نبحث بكيف القرارات تؤخذ. لأن اليوم العبي صوروه انه الحاكم لحاله قرر صحيح. هيك عمل هيك هو بالفعل في مجلس مركزي بيقرر السياسات. اذا المجلس المركزي بكره بالاجتماع قال انا والله بدي اخذ قرار انه مول ضد القانون اللي ما بعتقد رح يعملوه يعني. انا ملزم بقرارات مجلس المركزي. اليوم كلنا عم نقول في حل بسيط شر يعني جلسة صغيرة بمجلس النواب وبتشرعي هالموضوع وبتمشي فيهم. لأن اليوم على كل حال المجلس المركزي خلى ما يقتضي من الأموال لنضلنا عم نمول استيراد الأدوية خصوصا المزمنة والمستعصية والآخرة، وخلى مشان الطحين وخلى مشان المازوت تبع الأفران والمستشفيات. يعني مش انه قرار مأخوذ بهالوحشنة. بس اليوم نحن منخطط منقول هودي حاجتنا. اليوم ما بيصير انه انت بشهر واحد تستورب ب 820 مليون دولار طاقة يعني مازوت وبنزين
ولا الكهرباء ولا في مازوت ولا في بنزين ولا في كهرباء. وهيدا ذل لللبنانيين، مش نحن المواقف اللي عم ناخدها. المواقف اللي عم ناخدها نحن هي مواقف بتخلق ثقة وبتخلي العالم يجي حقوقها، ولكن المواقف اللي عم تجبرنا، بدها تجبرنا انه نمول تجار ما عم بينزلوا بضاعة على السوق وبيعملوا حجج، هيدي هون المشكلة، وما يجربوا يزتوها على البنك المركزي أو علي. طيب طالما الكل عارفين وطالما أنك أبلغت حتى رئيس الجمهورية، ليه استدعيك نهار الأربعاء؟ هو استدعيني مع وزير المالية ووزير الطاقة تيقول لك شو؟ لنشوف شو الحل، شو في نعمل. شو الحل اليوم؟ حضرتك عم بتطالب بقانون التشريع. أنا اقترحت الحل اللي قلت لك. إذا ما نعمل قانون هل ستتراجع؟ كيف بدي أتراجع فيه خالف القانون؟ ضغط سياسي، ضغط قضائي، ضغط شعبي، أهين شي نحرك الشارع. مؤسسة سعادة الحاكم مش فاتح لحالي أنا، في مؤسسة، في مجلس مركزي، في قرارات بدها تتبلغ للحكومة إلى آخره. حتى الحكومة ما لازم كانت تطلب منا أنه نضلنا ندفع. طيب لا، واللذة أنه خلفنا القانون. صحيح، طلبوا منك لأنه وقفنا ندفع، طلبوا منك تلتزم بقرارات الحكومة. لماذا لا تلتزم مصرف لبنان يلتزم وتخالف قرارات السلطة التنفيذية؟ لا، مصرف لبنان عنده استقلاليته بموجب المادة 13 من قانون النقد والتسليف، ومصرف لبنان عنده تنفيذ القوانين. ما في شيء بالقانون بيقول انه مجلس الوزراء في يجبر مصرف لبنان بعمليات، في سر انه يستلف، نحن مستعدين نسلفه وخلي هو يعمل العملية التمويلية. طيب بس اليوم الواقع انه ما في بنزين، ما في مازوت. بس ليه عم تطلعي فيه؟ لانه وزير الطاقة اليوم ما عم يمضي جدول الاسعار الجديد، هو عم بيقول انه مش عارف على اي سعر وبعد ما وصلته لنتيجة. ماذا لو لم لا يوقع؟ لا، اخذ كل المعطيات من مديرية القطاع هون وساعة اللي بده في يمضي. ماذا لو لم يوقع؟ انا ما خصني، ما ليش بس منصير بلا بنزين؟ يعني ضغط أنا تتراجع عن قرارك. ما لي علاقة ليش عم تحطوا كل هالشغلة بمصرف لبنان. مصرف لبنان وقف مع اللبنانية ورح يضلوا واقف، وهالشي صار له من وقت ما بلشت الأزمة بلبنان بتشرين 2019. وبالرغم من كل شيء ما سمعناه ومن كل التشكيك على سياساتنا، هودي الدولارات تبع مصرف لبنان هن اللي خلوا لبنان واقف على إجريه كل هالفترة، ورح يضل واقف على إجريه. بس اليوم في أصول للشغل. في أصول كمان إنه نحن سمعنا وقت كنا عم نقتل حالنا لنجرب نجيب دولارات للخلي اللبنانية مرتاحين، شفنا بعدين انه هلا بحسبونا ليه عملت هيك وليه عملت هيك. طيب يا عمي هيدي مسؤولية مشتركة. ليش مصرف لبنان لحاله هو مسؤول عن البنزين، وهو مسؤول عن الدواء، وهو مسؤول عن الاكل، وهو مسؤول وهو مسؤول. خلي كل واحد يحمل مسؤوليته. نحن مسؤوليتنا نأمن المال. اعطونا التشريع من أمن المال. بالبهورة ما رح يمشي الحال. عظيم، يعني لن تتراجع عن القرار، ويلي بقدر افهمه على وزير الطاقة ان يوقع، لانه اذا ما بده يوقع يوسف انا ما خصني فيه. اليوم رياض سلامي يواجه منفردا العهد رئيس الجمهورية والنائب جبران باسير، رئيس حكومة تصريف الاعمال والوزراء، على مين متكل بكل هذه المواجهة؟ الله كيف بوجهن كلهم؟ لا انه شو بدي اتكل، يعني ما انا يعني ما بدي بتامل كل الكل يكونوا عم يتفهموا السياسات اللي عم نتبعها، وحرصنا على القانون، وما ناخذ الامور لمحلات منا صحيحه. نحن عم نقول للكل بدكم نصرف من الاحتياط الالزامي، حاضرين ولكن شرع. أكثر من فريق تاخذ 5 دقائق. أكثر من فريق سياسي كان عم بيطالب برفع الدعم للحفاظ على الاحتياطي الإلزامي، وحده السيد حسن نصر الله كان عم بيقول منه قبلين، كان يرفض علنا هذا الموضوع. بقرارك اليوم هل تحديت حزب الله بهذا الموضوع، أم أن حزب الله موافق ضمنا على رفع الدعم؟ على كل حال نحن كمصرف مركزي، كمجلس مركزي، كحاكم، ما أخذنا هالقرار لنتحدى حدا، ولا لنعمل انقلاب سياسي مثل ما عم ينحكى، ولا لنفركش تشكيل حكومة
وهي صلى سنة مع ابتن عمل الحكومي كان هلأ نية رحنا. هيدا كله مش صحيح. نحن كل شيء عم نقول بكل بساطة منا مستعدين نصرف أموال هي بتعود لللبنانية مش لمصرف لبنان إلا بقانون. يعني قانون يعطينا هالإمكانية. مستعدين نسلف الدولة. نحن مستعدين نسلف الدولة بموجب المادة 91 على أمور تصرفها هي الدولة على حالها. وهي بس إنه اليوم وقت الوزير المالية بيقلنا ما فينا نستلف نحن كدولة لنصرف على شركات خاصة يعني اعتمادات كيف بدي أعمل أنا؟ يعني ما بدي سلفه وعب سلفه مشان الكهرباء مثلا. بس إنه اليوم هالموضوع هيدا يتطلب قانون. سعادة الحاكم لما عم يطلبوا منك تستمر بالدعم ولو حتى من الاحتياطي الإلزامي بتكون السلطة عطيتك سك براءة عن كل الصرف السابق، يعني هي كانت عارفة في ريحتك الحملة عليك بدل ما تزعجك كل يومين. يعني إذا بتخذيها هيك عال أنا ما أنا هذا اللي تبين زعجتني لقلك المزبوط. بس أنا بالفعل عم بتسأل إنه هل فينا نضلنا ما نصارح الناس ما نحكي المزبوط؟ إنه شو خص بنك مركزي بتمويل عملية تمويل لمواد هي أساسية للبلد، ولكن شو خصه هو ياخذ الريسك أو المخاطر ويضرب القانون ليضلوا عم بيصرف لما يقولوا له كلمة؟ نائب جبران باسيل قال لك أنت حاكم المركزي مش حاكم البلد، أكد كمان أنك عم ترتكب جريمة وعم بتفجر البلد ولازم توقيفك. ليه عم بتفجر البلد سعادة الحاكم؟ لا أول شيء أنا خلينا ما نرجع الأمور لنصابها. مزبوط أنا حاكم المركزي وهو حاكم البلد. أنا ما بدي أخذ محله. من هون ورايح كل واحد عنده مسؤوليته. أنا ما في اشتغل على صعيدي هون. بس الكل يجمع أنه هذا القرار تداعياته كتير خطيرة على الناس على الأسعار، وبالتالي بمطرح معين إيه يعني رايحين على أزمة كتير كبيرة. طيب ما بده شيء في حل هلا شرعوا ينزلوا على مجلس النواب شو بتاخد وقت؟ ما خلصت حملة النائب باسيل عليك. امبارح رجع طلب منك انه توقف تفجير البلد، طلب انه الدعم لازم يصير تدريجيا ما بيصير هيك فرد مرة يعني النط على سعر السوق وال21 ألف، وقال انه في كتير عم بيغطوك. مين قصده؟ ما في حدا عم بيغطيني وفي مسؤولية. اليوم نحنا كنا ريدين انه نمول انه هالاحتياطي اللي عنا ايه يكفي اللي فائد اللي فيه يكفي لكل الصيف. جينا شفنا هجوم من الاستيراد لا مثيل له. يعني شفنا بموضوع المحروقات 820 مليون دولار صحيح. بشهر واحد صحيح. شفنا بالأدوية على 6 شهور مليار و400 وقت كل سنة الماضية في مليارين ومتين. بدك يانا نكفي بهالموال؟ خلي حدا يشرع يقولنا اوكي ضلكم مكفيين هيك منكفي. بس انه نحنا نشوف هالارقام الكبيرة عم بتروح من ضربنا وبنفس الوقت ما عم يستفيد حدا. يعني صحيح لا يصل الدعم الى احد، والبنزين مقطوع وشرشحة على ترمبات البنزين والمزوط عم يروحوا يدفعوا الناس بالسوق السوداء على سعر السوق السوداء. بس مش تدريجي سعر شو هو التدريجي؟ يعني ترشيد مثل ما كان بدها الحكومة ترشيد الدعم مش فرد مرة نقول لنا ترشيد وتخفيض ما حدا عمل شيء. ضل ننتظر البطاقة بس مش دغري. امتى البطاقة؟ امتى تنفيذها؟ لنفترض باحسن الحالات بعد شهرين او ثلاثة. طيب بالنمط اللي ماشيين فيه يعني بدنا ندفع 3 مليار دولار لننطر البطاقة ونرجع نحط فوقها مليار.
شو بيكون بقى؟ عم كمل بالحملة يلي قام فيها النائب جبران باسيل وأنقل ما قال. تهمك بأنك عم تعمل انقلاب على الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي وعلى رئيس الجمهورية. هاوي انقلابات سعادة الحاكم حتى على صديقك الرئيس ميقاتي؟ لا، أنا أول شيء بتمنى للبنان أنه يصير في حكومة اليوم قبل بكرة. وهيدا الشيء عم بتمنيه من سنة. يعني التأخر اللي صار بتشكيل الحكومات هو تأخر مش جاي من النزعة الانقلابية اللي عندي أنا، بل من وضع السياسي بالبلد. فما في عندي أي تفكير، والمصرف لبنان على الحال هو بمسافة عن السياسي، ونحن فعلا نحترم كل مواقع الدولة ونعرف شو موقعنا وقدي حجمنا يعني. فمنا أبدا عم نتدخل بهالعملية السياسية. فاليوم الهروب من المسؤولية مواجهة الحقيقة واتخاذ التشريع اللازم لا يقدر يضل هالتمويل قائم هو المسؤول عن الوضع اللي نحن فيه اليوم. ببيانات سابقة لحضرتك ولا المجلس المركزي كشفت أنك دعمت المحروقات بال21 من أولها لحزيران قد القيمة يلي بال2020 وبال2019. سأسأل سؤال وبدي جواب بكتير صراحة، هل المطلوب اليوم تمويل المحروقات بسوريا ولبنان وتمويل الكارتلات بسوريا ولبنان حتى لو وصلنا للاحتياط الإلزامي؟ والله ومن الاحتياط أنا لحنا التعميم اللي عاملينه حاطين أنه على المصارف تتأكد أنه هالاعتمادات هي للاستهلاك المحلي. هلأ إذا عم ما في كنترول على العملية أو ما في ضبط كمان هون البنك المركزي ما خصه يعني لا نحنا الجمارك ولا نحنا منروح منحقق شو في استوكيت ولا عارفين شو بيضل هون أو شو بيظهر من هون. الضغط على البنك المركزي هل الهدف منه نضل عم نمول مطرحين في لبنان وسوريا؟ ما بعرف، انا بعرف في ضغط علينا اليوم وحملة طويلة عريضة وأيام الأيامة، لأن قلنا انه ما نرجع على سعر السوق. ما قلنا ما رح نمول، قلنا نمول على سعر السوق. يعني بدل ما واحد يروح يشتري بالسوق السوداء صار بيشتريهم بطريقة محترمة. لأي متى قدر الدولة تبيع دولار كمان لنمول المستوردين؟ يعني قدر المستورد اللبناني يشتري لهون ولا سوريا كمان طالما بسوريا ما في دولار بسبب العقوبات؟ لأي متى قدر مصرف لبناني يبيع الدولار؟ نحن بيع الدولار بعتقد انه هلأ صار رح يصير فيه من خلال تعاطي على منصة صيرفة. ما عاد بقى بيع الدولار يعني بس بيع، يكون في بيع وشري ويعني سوق. تاني شغلة، نحنا ما هدفنا أبدا منصة صيرفة دايما السعر عليها أقل من سعر السوق السوداء. مظبوط، بس هيدا السعر اللي في حده كمية عم بتعبر عن السعر. هو ديك عم بحطوا سعر ما بحطوا شو الكمية تتداول عليه. هلأ اليوم نحنا حتما وقت اللي عم نشتغل هالشغل عم نشتغله للبنان، مش عم نشتغله لنمول غير بلد. اذا اللبنانية بيعملوا غير تركيبات هيدي ما خص البنك المركزي، ولكن نحنا رح نطلب كمان من البنوك تتشدد لنشوف وين فعلا هالكميات اللي عم تجي ان كان من ادوية او محروقات وين عم تروح. بس لأي متى قادر؟ من أين الدولار؟ لأي متى قادر تدلك تبيع الدولار لمستوردين؟ اليوم في إذا يعني نحن من هون بقول لك إنه نحن بنتمنى يصير في حكومة ليصير في مشروع متكامل للإصلاح بلبنان ونطلع من كل هالأزمة. عكسا لما يقال، نحن منريد إنه يصير في حكومة اليوم قبل بكرة، وهالشي مش لإلي، لمصلحة البلد يعني. وإذا ما صار نرجع كمان بنكون إذا ما صار يعني بعدنا قاعدين بذات المشكلة، لازم يشرع مجلس النواب نقدر نستعمل الاحتياط. هل في هدف كمان تجفيف الكاش من السوق بهذا الموضوع؟ نحن باللبناني عم يكون الكمية اللي بنحطها بالسوق دايما مدروسة. مدروسة بمعنى انه ما تكون هي سبب الكميات اللي عم تنزل لارتفاع سعر الدولار بالسوق المواسي. ولكن اللي شفناه مؤخرا
انه السوق عم بيلعب اسعاره عم تلعب بسبب الازمة السياسية، يعني اسعاره للدولار ما عادت مرتبطة بقى بكميات الليرة اللي هي موجودة بالسوق او اللي عم تنزل على السوق. اليوم الاقتصاد اقتصاد كاش صار، فاليوم قد ما فينا نسهل انه يكون في نقدي اكثر بالبنوك اللي يعطوها للزبائن قد ما بيكون افضل. سعادة الحاكم، باخر اتفاق كان الهدف يبقى الدعم على 3900 لاخر ايلول، اصدرتم بيان اكدتوا فيه انه 828 مليون راح الدعم على المحروقات فقط في تموز، وعنا ازمه بنزين وعنا ازمه مازوت، علما انه المدعومين مين مسؤول ايصال هالمواد للناس؟ واثنين، ليه ما استمر الدعم لايلول؟ المسؤولين هن التجار اول شيء اللي استعملوا هالبضاعه ما بنعرف كيف، لان مش معقول يكون عندك 828 مليون دولار وما في بضاعه. هيدي وضل السوق قبل ما نحكي هلا بتوقيف الدعم صلنا جمعتين ثلاثه عم نسمع انه ما في مازوت، بس عم يتهموك انك ما عم تفتح اعتمادات، يعني بتقول ساعة بدي افتح ساعة لا، ما في ولا اعتمادات يا لا ما في ولا اعتماد واقف، والدليل 820 مليون دولار بشهر. طب ليه الكل بس تسألهم شو فيه بيقولوا حاكم مصرف لبنان ما عم يفتح اعتمادات او بيفتحها باستنسبية؟ كيف استنسبية؟ يعني الشركة هيك عم يطلع، هذا حكي مشان تضيعوا العالم ويضيعوا الرأي العام ويتهربوا من مسؤولياتهم. وينية البضاعة؟ كرمال هيك ما استمر الدعم لأيلول؟ كنا نحن معتقدين انه ب 800 مليون من مول لبنان على 3 اشهر على شهر ولو؟ صار لك فترة كمان سعادة الحاكم تحض الحكومة اللبنانية انه شرفوا وقفوا الدعم ما فينا نكمل هيك، لدرجة صرنا نسأل نحن كيف قدرت تستمر كل هالسنة؟ يعني من سنة كل شوي منقول هالشهرين وخلص منكون وصلنا للاحتياط، كيف استمريتم سنة كاملة؟ والسؤال الأهم، قدي عنا بعد احتياط؟ ما حدا بيعرف رقم حقيقي، يعني شو رقم الاحتياط؟ ودايما كمان بيتهموك انك ما بتعطي الأرقام الحقيقية. نحن أول شيء منا قصة شخصية. اليوم مصرف لبنان بيصدر ميزانيته مرتين بالشهر وبيحط تعليق، يعني حتى هودي اللي بيعملوا حالهم إنه اكتشفوا شيء بالميزانية وقت اللي بيقولوا عن other assets يعني الأصول الأخيرة الغزة واليورو بوند داخل ومش داخل. ما نحن حاطينهم بالفوت نوت كل 15 يوم شو في بهالميزانية، فمبين إنه هالميزانية فيها شيء 20 مليار دولار من أصلهم في 14 مليار وشوي اللي هن فيهم يستعملوا لأنهم بالخارج، والباقي طاروا مع الديفولت لأن وقت صار الديفولت تبع البونز راحوا. فهالأرقام موجودة وبيعرفوها، بس اليوم صلنا سنتين نتسمع على ناس بحللوا أرقام وبيشيلوا وبيحطوا وما حدا انطرح حل. شو عنا احتياط؟ شو الرقم؟ أربعة. لأنه ساعة كل حدا عم بس نكون واضحين مع الناس. أنا عبالك بتقري الميزانية مبين في موجودات خارجية بحدود ال 20 هي عدد دهب و 14 مليار هن هيك تنريح كل يلي عم يسأل. عظيم. نائب جبران باسيل اتهمك بالتواطؤ مع يلي عم يتسببوا بقطع الكهرباء وبالعتمة على لبنان، يعمل معادلة بسيطة، كل ساعة عم تنقطع فيها الكهرباء من المعامل عم بتكلف من الاحتياطي الالزامي 32% زياده بسبب دعم المازوت للمولدات، حتى المواطن لما بتنقطع عنده الكهرباء عم يضطر يدفع اكثر 20 ضعف للموتور بسبب يعني ما في كهرباء من مؤسسه كهرباء لبنان. بيتهمك كمان انك مش عم بتحول ليرات من مؤسسه كهرباء لبنان لدولارات تيعملوا صيانه ويشتروا فيول. هذه الأزمة اليوم كمان عم يرجعوا يحطوها عندك، أنه ليه ما بتدعم مؤسسة كهرباء لبنان بدل ما تدعم المازوت والكارتلات وتساعدهم وهيك بتخفف فاتورة على المواطن بدل ما تكون الفاتورة عم بتروح لأصحاب الموتورات؟ هل أنت مستعد لهذا الأمر؟ نحن صندوق بشركة الكهرباء عم بسأل، يعني بنك المركزي شغلته هاي الشغلة هيدي؟ لا طبعا، بس هي تنساعد الناس تنخفف فاتورة. ما هو شركة الكهرباء عليها هي
تعمل الخطط وتلاقي التمويل. هيدا الأصول. وقال لك كثير هينة كل الدولة مثل ما عم بيصير هلا، كل واحد بيخطط وعنده مشاريعه وبيجي على مصرف لبنان وبيقول والله مصرف لبنان ما عم بيعطينا المصريات، هو حق عليه. يعني اذا انقطع هالشغلة مصرف لبنان، اذا هيدا مش هيك بتصير بالدنيا. اليوم وقت الواحد بده يعمل مشروع بده يعمل مخطط، اول شيء بده يقول من وين رح يجيب التمويل. هالتمويل هيدا معروف انه شركة الكهرباء تبحث هي والدولة مش مع مصرف لبنان، تبحث مع وزارة الطاقة، تبحث مع وزارة المالية، وبعدين بيشوفوا كيف الطريقة التمويلية. ولكن وقت اللي بتجي بتخلقي تعثر على الدفع وبتعملي ديفولت، من وين بده يجيب لبنان ومصرف لبنان الدولارات اللي عم تحكي عنها؟ شو مصرف لبنان بيطبع دولار؟ مصرف لبنان بده يعطيك الدولارات مقابل ليرات، وهالدولارات اللي عم يعطيك اياها راحت دون رجعه لان في ديفولت، فكله مربوط ببعضه. هلا فينا نعمل ديفولت ما نعود نجيب دولارات على لبنان اللي هو ما عنده غير مورد الا هالدولارات اللي بتجي من الخارج، ما عاد فينا نجيبهم. وبدك شو باقي بمصرف لبنان؟ هيدا بدك تستعمليه لتكسبي شوية وقت. هيدا مش حل. سعادة الحاكم، كانوا عم يحكوا عن بدائل أو عم تحكوا عن بدائل منصة للمحروقات، رح نشوفها هذه المنصة؟ هل عملت حسابات قد ايه بكلف البنزين على هذه المنصة؟ نحن ما قلنا علاقة فيهم، يعني شفت كيف صايرة القصة. اليوم ما شاركنا حتى بالاجتماعات اللي إلها علاقة بهالموضوع إلا مرة عند وزير الطاقة. فما قلنا علاقة لا بالمنصة عظيم ولا بتنظيم الطاقة ولا ببيع البنزين ولا بترمبة البنزين ولا بشركة الكهرباء. هو كله مصرف لبنان ما له علاقة فيهم. عندي سؤال عن ملف الدواء، لأنه كمان في مشاكل، وبعتذر على سؤالي إذا رح أسأله، لأنه قلت لي فتنا كمان بمشكل معهم. مين عم يتزكى على مين بملف الدواء؟ وهل عن جد مقبول سعادة الحاكم يكون في دواء يصرف للمواطنين اللبنانيين على سعر 20,000؟ على سعر 20,000؟ هلا اليوم على 12,000، ولكن إذا رفع الدعم. طيب كوني كمان شو خص مصرف لبنان؟ يعني إذا رفع الدعم عن اليوم مصرف طيب ما عاد معنا دولارات كفاية لندعم، شو بنعمل؟ شو البديل؟ البديل قلنا في عندك بديل سريع، قانون بيشرع استعمال التوظيفات الإلزامية. بديل سريع كمان شكل حكومة عظيم تكون عندها رؤية ونظرة وتبلش بمشروع إصلاحي بالبلد. هيك فيك تعمل الحل. أما تضلك تستنسفي أموال البنك المركزي وبدك تجبريه يروح ضد القانون، ولإذا ما راح ضد القانون صار هو مسؤول عن قطع الكهرباء وعن قطع البنزين وعن قطع المازوت وعن قطع الدواء وعن قطع الخبز. لا يعني وصلنا لمحل انه وين الدولة؟ لكن ما في دولة بقى. طيب البطاقة التمويلية، وكتير أسئلة كتير على السريع رح تكون، هل سيتم تمويلها؟ رح تقبل يتم تمويلها شيء من الاحتياطي الإلزامي أم من 860 مليون يلي جايين من صندوق النقد؟ هن بالقانون اللي طلع هون مثلا حاطين أنه فيكم تستعملوا الاحتياطي لتمولوا هالكارت، فنحن ما عندنا مشكلة طالما في شيء القانون بيسمح فيه. كمان بعد سؤال، رفع الدعم يعني طلب على الدولار، كنت قلت لي بأول الحلقة أنه رح تجربوا تشوفوا كيف، ما رح تخلوا يصير في كتير نقد عملة نقدية حتى ما يصير في كتير تضخم. كيف ممكن نتجنب هذا الوضع بس نرجع نطمن الناس أنه ما يكون في تضخم زيادة؟ يعني مجرد أنه ينرفع الدعم أكيد رح يصير في كتير طلب على اللي لا هو رفع الدعم وقت اللي عم تكون عم نقول رفع الدعم وعم بقوله ليش ما بينرفع تدريجيا، هو الطرح اللي نحن حطيناه هو رفع تدريجي مش رفع، مش أنه فلينا من سوق دبروا حالكم لأنك عم بتبيع. لأن احنا جينا رح نفوت على صيرفة عمليات التداول اللي بتخلينا نضلنا ضبطين السعر. عظيم. شو مصير أصحاب الدخل المحدود اليوم؟
إذا بتطلعي على الحقيقة هي إنه اللي عنده ودايع بالبنوك وقت شفنا دولار ارتفعت من 65% لتقريبا 83%، هيدول انعملوا كلهم على 1500 ليرة. يعني بمعنى آخر معظم المودعين بالمصارف حولوا ليراتهم إلى الدولار على هالمستوى هيدا. صحيح ما بيقدروا ياخدوا دولارات نقدي، ولكن وقت بترجع الأمور بتصير ريكسي رح يكون في سعر معين للدولار على الليرة اللي بيرجع يخليهم ياخدوا هالفرق اللي كان مفروض يخسروه لو ما قدروا غيروا. هلأ لازم يصير في مشاريع من على صعيد الدولة، وبعتقد وزير المالية بلش انه يصير في رفع للأجور بشكل او باخر. يعني مستعد يعني مصرف جاهز لزيادة الأجور؟ نعم، هو زيادة الأجور مش مصرف لبنان بيعملها، هي وزارة المالية. اكيد بده يجيب الموارد، الموارد رح يجيبها من انه يستعمل سعر الدولار تبع المنصة او صيرفة للمدخيل تبعه الجمركية مثلا. الشغلة الثانية اللي هي انه الضمان الاجتماعي كمان بده يرجعوا ينعمل اعادة تقييم للتعويضات كلها على اساس السعر اللي بيكون صار موجود، وهيدي الدولة فيها تتحمل الفروقات تبعها. بعتقد انه بهالطريقة منكون قطعنا الازمة باقل ضرر على اللبنانيين. بعد سؤال سعادة الحاكم، يلي عم بيقولوا انه الاحتياط الالزامي المجلس المركزي بيحدد قيمته، فيكن تنزلوا في نص او واحد دعما للمحروقات انه راحت ودايع؟ ما قلنا حق، انتبهي، نزل اذا نزلتي 1% هالواحد بالمية تعود حتما لصاحب الحساب، يعني المصرف ما في اتصرف فيه، ما في مصرف لبنان يتصرف، ولا كانت هينة ما في كل هالمشكلة هيدا. رياض سلامه حاكم مصرف لبنان يلي اخذ كل الجوائز الممكنه لحاكم مصرف مركزي، كان دائما بين اول 10 حكام مصارف في العالم، اليوم صار عرضه للتشهير بعدد كبير من وسائل الاعلام العالميه بسبب اتهامات توجه له. سؤالي المحدد، اين اخطا رياض سلامه في سياساته واستراتيجياته وقراراته حتى وصلنا لهون؟ وما كنت شايف سعاده الحاكم انه نحن رح نوصل لهون؟ لك وصلنا على الأزمة اللي أكيد واحد بيتوقعها، بخصوصا انطلاقا من 2015، وإذا في خطأ اللي من قبلي أو من قبلنا كبنك مركزي هو أنه نحن صدقنا أنه رح يكون في إصلاحات، وما كنا الوحيدين المصدقين، بمعنى أنه شفنا انه في البنك الدولي عم بيمول لبنان، الصناديق العربيه، كان في اقبال على اصدارات اليورو بوند من قبل المؤسسات الاجنبيه. صحيح، كان في مصارف كلها كانت ماشيه وكلها عم تدرس، وبتعرفي كان في تقارير عن لبنان تقريبا يوميا بالاعلام الدولي. ونحن شعرنا بال2015 بتغير الاجواء، مش هيك عملنا الهندسات تبع 2016 وتأملنا انه مع العهد الجديد بيكون في اصلاحات والاخره، واجا مؤتمر ساد، لكن كل هالشيء ما صار. وفي عناصر اخرى بتأثر، يعني مش بس قصة تقنية ونقدية ومالية. هل ارتضيت سعادة الحاكم تلعب دور اكبر من الدور المناط لك بموجب القوانين، دعم القطاع العقاري، تمويل عجز الدولة، اقراض الدولة، اكتتاب بسندات الخزينة، كلها ومع بعضهم؟ هيدا كله ما استهلك من القطاع المصرفي، ما استعمل الاموال اللي هي بالعملات الاجنبية تبع الزباين تبع البنوك. يعني هاي كلها كانت عم تجي تسليفات بالليرة اللبنانية من قبل القطاع المصرفي، كنا ندعم الفوائد. وبتقولي لي اذا هالامور هيدي اثرت او ما اثرت، انا بعتقد اثرت بس ايجابيا. كيف؟ لان خلقت ثقة، خلقت حركة بالقطاع العقاري اللي بدونه ضغطت بذات الوقت. فردو؟ عم بتقلي ما استهلكت العملات الأجنبية، بس ما شكلت ضغط على المدى البعيد على مصرف لبنان.
لا هي ما استهلكت بالعلاقة ما بين البنك والزبائن، كان العلاقة هي بالليرة اللبنانية. إنما أكيد خلقت حركة تجارية، صار في استيراد من الخارج، استعمل دولارات يعني. مش إنه ما كان في تأثير، بس مش التأثير جاي من هاي العمليات، التأثير جاي من توسع الاستيراد بلبنان. يمكن هالقطاع العقاري ساهم، بس بنفس الوقت خلق حركة اقتصادية بالبلد. كتار اعتبروا سعادة الحاكم وحضرتك منهم كمان، وهلأ ذكرت خلال الحلقة أنه قرار رئيس الحكومة بالتخلف عن الدفع كان الضرب القاضي على الوضع المالي بلبنان، وأخرجنا من السوق المالية العالمية. بس في كتار بيعتبروا أنه هذا نتيجة مش سبب، السبب هو السياسات الخاطئة، السبب هو الاستدانة كل الوقت، سياسة الاستدانة هو هن يلي وصلونا للانهيار. لا هيدي بس تصالي على مستويات معينة من الاحتياط المنخفض، يعني فيك تقولي هيك. بس انه اليوم انا عارف انه قادر ادفع وبقرر ما ادفع لان يمكن بعد 3 سنين ما رح كون قادر ادفع، بعتقد منا القصة تنبنى بهالطريقة. بس مش من 2016 بلش تصنيف، تراجع تصنيف لبنان من 2016، المؤسسات المالية العالمية بطلنا قادرين نقنعها تكتتب نظرا لارتفاع المخاطر، بس المصارف اللبنانية صارت تكتتب. اذا بتراجع شوي الاحداث بتشوف انه بعد ما عملنا الهندسة المالية بال 2016 رجعوا مؤسسات التصنيف حسنوا رؤيتهم المستقبلية للبنان. وال2017 ما بلشت تتراجع النظرة تجاهنا تصير سلبية إلا بعد ما أقرت سلسلة الرتب والرواتب. واللي نحن كمانك مركزي صحيح. ما كنا مقتنعين فيها، واللي صار فيما بعد يعني هي عم نحكي سنة بعد 2016 واللي صار فيما بعد إنه رئيس سعد الحريري صار عنده مشاكل واستقال وهو كان بالسعودية، وهون بلشت خروج الأموال. مع الرغم من كل هيدا إجا مؤتمر سادر بال 2018 وكانت بعد الدول كلها بدها تمول لبنان، ما زال التزموا بتمويل المؤسسات الدولية مش شرط الإصلاحات 11 مليار مزبوط. فإذا كان في إمكانيات بلبنان، كان في رؤية. هلأ كان في فريق عم بيكسر بلبنان، ما بقولك لا، في ناس حطوا براسهم، وأنا وقتها سميتهم صناعة اليأس، يعني ناس قرروا أنه يعملوا صناعة يأس بلبنان وأنه ما ننهدم النظام هيدا. هلأ إلى حد ما وصلوا لنتيجة، بس ما قدروا أخذوا كل النتيجة، لأن بعد طلعت بقي أموال بمصرف لبنان عكس ما كانوا هني عم بيحللوا. بس هل كان فينا نضل هيك مستمرين بسياسة الاستدانة؟ يعني مش بمطرح كان لازم نقول خلاص ستوب؟ لا هو لازم يصير في اصلاحات. ما انا شو عم بقول، قلت ان احنا مشكلتنا انه صدقنا انه راح يصير في اصلاحات. اكيد لازم يكون في اصلاحات، اكيد لازم يكون في ضغط، بس ما بتجي بتعمل تعسر عن دفع، بتحطي على الطاوله 31 مليار بيستحقوا عليك صاروا هلا. لا هلا بدك تفاوضي على 31 مليار نعم، متى ما دفعتي مره صحيح كل الدين صحيح صار مستحق ومش محضره شيء. يعني هالأمر هيدا بيقطعك عن العالم. العالم بينطروا بيقول لك بكره مفاوض، على كل حال نشلحهم مصرياتهم. بس انت ما عاد فيك تروحي على السوق وتجيبي دولار. وبهالوقت هيدا ما حدا بده يعترف بهالواقع. بعدهم عم بيقولوا مصرف لبنان طعم مول، بيمول بس ضمن الاطر امكانياته. اذا قطعتي له كل امكانياته ليرجع يمول حاله، طيب وين بده يجيب دولار؟ بما أنك تحدثت عن الهندسات المالية، حضرتك تعتبرها إنجاز، البعض بيشوفها كمان كارثية، هل كانت محرزة نشتري 3 سنين بهالقد كلفة عالية؟ لو انهرنا قبل بال 2016 خليني أقول، ما كانت أقل كلفة علينا؟ أم هذه الهندسات فعلا كانت لتعويم المصارف على حساب اللبنانيين؟ لك أول شيء ما كان في مثل ما بقولوا مصارف عندها مشاكل واحتاجت لها الهندسة لترجع ترسم الحالة. هيدا كلام على كل حال اللي بيقرأ ميزانيات المصارف تبع 2016 رح يشوف انه هالكلام هيدا مش صحيح. هلأ القرار
انه اذا كنت بتخلي البلد تنهار او بتعمل هندسه ماليه، اول شيء نحن شغلتنا بالبنك المركزي نجرب بقدر المستطاع ننفذ المادة 70 من قانون النقد والتسليف، يعني نحافظ على الاستقرار. بس كمان بدك تروحي بمنطق انه بعدك متأملة بيصير شيء بوزيتيف، يعني شيء ايجابي، مثل واحد عنده حدا عزيز عليه وراح هو مريض بالمستشفى وبيقولوا لهم يمكن اذا نطرنا منلاقي دواء بعد سنة، ولكن ما تكلفكم اذا بدكم فيكم تشيلوا له الاكسجين. يمكن ما وانت حضرتك عارف انه ما حدا بده يعمل اصلاحات، ما حدا انت عارفه انه هالمريض ما راح يصح تشيل الاكسجين، حسبي حدا بيعز عليك. هل لو انهرنا بال2016 كانت الكلفه اقل او هي لا زيتها؟ شو هالحكي هيدا كله تنظير. كان لك مداخلة سعادة الحاكم ب 27/2/2012 بمجلس الوزراء، حذرت فيها من استمرار العجز بالموازنات بطريقة بتتخطى قدرة الاقتصاد اللبناني، نبهت بموضوع السلسلة، حذرت من تكلفة الحرب بسوريا، حكيت كتير، يعني كنت شايف كل هذه الصورة وكنت شايف نحن لوين رايحين. هل كان يكفي فقط التحذير؟ ما كان بينعمل أكثر؟ مصرف لبنان ما عنده إمكانية قانونية ليتحرك بمبادرات ما بيسمح له فيها وقف إقراض الدولة المصارف ومصرف لبنان. لأن المادة 91 بتجبر مصرف من دون أفق إقراض الدولة من دون أفق رح أقرأ المادة. ما هو بالأول وقت اللي كان الانتقاد الكبير على مصرف لبنان كان قال له إيه أخذ مصريات المضيعة اعتراض الدولة، مين قال له؟ لأنه بتقول مهلة محددة أو فترة محددة على 30 لا 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 ما بتقول المادة 91 ما بتقول. رجعي راجعيها، بتقول إذا أصرت الحكومة بدك تدينيها وبتعطيك ورق فيهم يعني سندات بموجب المادة 96 بعتقد. وهيدي المادة 91 هي اللي بتجبر، يعني إذا بدك تعمل إصلاح بدك ما تقعدي كمان هون تزيدي على مصرف لبنان ليه بدين الدولة وكذا، طيب الغي المادة 91 مش بيطلع بتريحي مصرف لبنان وبتريحي الدولة. عم بفهم انه كله بالقانون يعني اللي كان كتار من الاقتصاديين بيعتبروا كمان سياسة تثبيت سعر صرف الليرة كمان كلفت كتير مصرف لبنان، يقال الرقم يعني قريب كتير على 40 مليار نعم صحيح؟ لا هلا فيك على السنين يمكن، بس انا اللي عم بقوله في ناس اللي ما بيتذكروا انه نحن ضلينا نشتري دولار مش نبيع، ضلينا نشتري دولار لغاية العام تموز 2015. يعني كان الدولار معروض، يعني اللي بيقولوا انه كان لازم نترك السوق حرة بهالفترة هي، كنا شفنا الدولار عم ينزل ببيروت مش عم يطلع وكانت الأزمة أضرب. وقت اللي بلش يصير في طلب على الدولار ضلينا قادرين نسيطر على الوضع ونخلي موجوداتنا بالدولار تزيد كمان لأن كان عنا عدة عمليات، والفوائد اللي كنا ندفعها مش مزبوط إنه كانت هالفوائد الخيالية إذا منقارنها مع مصر أو تركيا، وإذا منقارنها أيضا مع نسبة التقييم تبع لبنان. فنحنا كنا قادرين نسيطر على هالوضع، والدولار تبع 1500 كان لمصلحة اللبنانية. بس لما سجلنا نمو بحدود 9% ما كان فينا على الأقل رفع سعر الألف وخمسة تنخفف بس على مصر؟ كان نزل السعر كيف؟ يعني ما عم يعرضوا علي دولار كانوا ما عم يطلبوا مني دولار. كان السوق مليان دولارات عم يكبوا دولارات عم بفيد دولارات بالقطاع المصرفي ببيعوها لمصرف لبنان. إذا انسحب مصرف لبنان من السوق رح تشوف الدولار عم ينزل، يعني عم ينزل مش عم كان صار 1200. يعني ما كان في حل لهذه السياسة يلي كلفت الكتير مصرف لبنان. لا لا يعني ما كلفت الكتير بمعنى انه باخر الطريق هالدولارات اللي ظهرت من لبنان ما ظهرت بسبب عمليات التحويل، ظهرت بسبب الاستيراد. ببعض يعني في بعض كمان الاقتصاديين بيقولوا انه اكبر الاخطاء يلي صارت فيها انه سمحنا باللي حضرتك عم تحكي فيه، الاتيان بالدولارات الى لبنان بهذه الكميات الكبيره كان اكبر من قدره الاقتصاد.
اللبناني على إدارتها، بمعنى ما كان لازم يكون في بالمصارف اللبنانية بمصرف لبنان أكثر من ضعف حجم الاقتصاد اللبناني. هل كمان هذا كان خطأ؟ ما عرفنا نحن نستثمر هذه الدولارات يلي فاتت على لبنان. هلأ هو واحد وقت اللي بيطلع بعد الأحداث كتير هين يعمل انتقادات. بدك واحد يشوف وقت القرار. طيب أنت ببلد فاتت خلقت أزمة عالمية هزت كيان القطاع المصرفي العالمي، جاك من بعد الحرب السورية، جاك من بعد العقوبات واللاجئين السوريين اللي كلفوا لبنان حسب اليونايتد نيشن وحسب الورد بانك كل صاروا مكلفينهم شي 30 مليار إذا مش أكثر على وين ما حدا بيحكي فيهم هودي مثلا. اجاك بال 2016 فراغ رئاسي ضلوا من 2015 ل 2016، اجاك فراغ حكومي ضلوا سنة ونص ليعملوا حكومة فيما بعد، اجاك سلسلة الرتب والرواتب، اجاك المشاكل تبع استقالة الحريري، اجاك من فيما بعد اجاك ورا بعضهم صار في حرايق ديزيجنيشن لجمال تراست بانك، صار في قطع طرقات وتسكير مصارف على 3 أسابيع ب 2019، صار في تعسر، صار في الكوفيد، صار في انفجار البور بدون حكومة على سنة، وجاي تنظري لي بال 1% لفوق أو 1% لتحت ولك عيب عيب بيحكوا بهالطريقة. نحن منا قاعدين ببلد هيك طبيعي ليحكوا هيك. روحي واجهي كل هالأمور وبعد فيها رجعك على حرب المخيمات ورجعك على حرب 2006 وعلى اغتيال الرئيس الحريري وكله هديناه. هيدا بالآخر لأن صار في أزمة إلى غايات، في ناس عندهم غايات بدو يطرقوا مصريات مصرف لبنان، صرنا ما بنسوى بقى خلاص. بدي أرجع لخطة حكومة حسان دياب المالية. الخلاف صار سعادة الحاكم على احتساب الخسائر ومين بده يتحملها، مثل ما مبين طلعت براس اللبنانيين فقط. الدولة رفضت تتحمل أي شيء، مصرف لبنان كمان عم يضغط ما يتحمل، المصارف ذات الشيء راحت على المودعين سعادة الحاكم؟ لا، نحن عملنا هلأ التعميم 158 وقلنا كل مودع في يجي ياخد مصرياته من البنك لغاية 50,000 دولار على 5 سنين. ولنشجعه ونريحه انه ما منا هيدا لعبة، قلنا حتى اذا بيريد يعمل بس على سنة في يسحب 9,800 دولار بسنة. فالمصاري بدها ترجع للمودعين تدريجيا. رح احكي عن هذا التعميم مفصل يلي مش كل المصارف عم تلتزم فيه وحتى المودعين مش مبسوطين من يلي عم بيصير، ولكن كيف لازم يصير توزيع الخسائر بطريقة عادلة؟ اليوم توزيع الخسائر اللي صار كان مشحف لمصرف لبنان، مش لأن مصرف لبنان، لأن تأثير تحميل الخسائر كلها على مصرف لبنان يعني عم تحمليها على القطاع المصرفي، يعني عم تجي بتفلسي بنوكي عم تروحي أموال المودعين. نحنا كان المبدأ الأساسي تبعنا بالحل إنه ما ندق بأموال المودعين. هلأ بتقولي لي ما هلأ صار المودع اللي بده دولارات عم يقبضها على 3 عم يقبضها أقل بكتير من إمتى؟ صحيح مزبوط، بس على الليرة اللبنانية عم يقبض أقل من ما لازم يقبض مزبوط، ولكن خياره يعني هو عم يقرر أنا بدي أعمل هيك. والدليل إنه إحنا جينا بال 158 عم نقول له تفضل خذ 100% من مصرياتك، ما عم نقول لك في هيركات. طب بس كيف اليوم هو تحمل هذه الخسارة؟ كيف الدولة اليوم، كيف مصرف لبنان وكيف المصارف لازم كمان يتحملوا بدورهم؟ لا اليوم في وين؟ عندك الدولة لازم تعترف بديونها. بس تعترف بديونها رجعت ركبت العملية مصرف لبنان ما هو مدينة للدولة، بصير عنده الأسيتس، البنوك الموجودة هون بتاخد الأسيتس تبع مصرف لبنان. يعني عم بتقلي المودعين ما راحت عليهم بس من خلال لا. طيب اليوم تدهور الليرة لولرة يعني المودع بتروح عليه إذا فلس بنك. نحن وقت اللي أخذنا درنا الأزمة
بدون ما يكون في تفليسي لبنك أنقذنا أموال المودعين. وهون هيدي مهمة، ما عم نجرب ننقذ المصارف، عم نجرب ننقذ أموال المودعين. ونحن قلنا إذا في بنك ما قدر، اللي رح نعمله أنه رح ناخد نحن البنك، مش حنفلسه حتى، لا نحافظ على أموال المودعين. فالهدف هو المحافظة على أموال المودعين. هلأ بتقولي لي بدي مصريات اليوم، بقول لك في اليوم اللي عم ياخذ مصرياته عم ياخذهم بخساره صحيح. بس اللي بده يطول باله مع اذا صار في حكومه وخطه متكامله، نعم الاموال الموجوده بالمصارف ترجع بتتكون تدريجيا. اعاده التكوين كيف وما في ثقه اليوم بقى بالمصارف؟ يعني اسمح لي، منا شغلي قليل اليوم ترجع تعيد الثقة للمصارف يلي اليوم عملها صاير عم تدفع ويمكن مش عم تاخد حتى بقى. ايه ما عم بياخدوا وديع لأن عم تكلفهم، ولكن بتعرفي هيدا سوق اللي ما بيلعب دوره وبيخسره وبيجي حدا محله. اليوم اذا بتشوفي مين المصارف الموجودة وبتطلعي بتاريخ لبنان، ما كانوا هالمصارف نفسها من 30 او 40 سنة او فهيدا سوق. اذا السوق هو بيقرر بالاخر، المصارف رح تتحرك والا بتخسر دورها. هل الازمه ما رح تنتهي الا ما الدوله تعترف بخسارتها، مصرف لبنان يعترف بخسارته والمصارف؟ يعني الازمه لازم تنتهي بمطر من وين؟ بده يصير في توافق على كيف توزيع الخسائر وكيف التعويض، بس حتما ما لازم نحمل الخسائر للمودعين. للمودعين. تدهور الليرة من ميل واللولارة من تاني ميل، هل صحيح أنها قلصت دين الدولة العام؟ يقال أنه دين العام انخفض من 90 مليار ل 46، وحتى المصارف انخفضت كتير عند الفجوات ومصرف لبنان. الكل مرتاح بهذه اللعبة، حتى يلي مديانين على 1005 كله استفاد، والمودعين قدروا حولوا على 1005 بس يرجع يفتح سنتين زمان بيخلص الدين. يعني اذا مندل هيك هل قد ايه دقيق هذا الكلام؟ لا هو فعلا وقت اللي الليره بتنخفض سعرها قيمه الديون كلها بتنزل، وهذا اللي صاير معنا، هذا خصوصا وقفوا الدفع على الدولار فما عاد عم تفوتي بقى بالحسبان الدين باليورو. يعني تدهور الليره مناسب الكل، مناسب الدوله تحديدا؟ الدوله لا، ما مناسب الدولة بمعنى انه ما بتقدر بقى تقدم الخدمات اللي لازم تقدمها للمواطن، وما بس دينا بالنسبة لدينا بالنسبة للمعيشات، لان موصفين الدولة انقذوا من هالوضع، والتصحيح ضروري. وهالتصحيح برجع بقول مش بنك المركزي اللي بيعمله، التصحيح الدولة بتعمله. اذا انعمل هالتصحيح بنكون قطعنا الازمة باقل اضرار. هلأ في اضرار لان حجم الاقتصاد نزل صار 50% من مكان عليه، يعني مش كله القصة مش كلها محاسبية. يعني القصة هي كمان بتشوف شو صار بالاقتصاد. شو المطلوب اليوم تنطلع من هذه الأزمة، تنطلع من هذا الانهيار؟ اليوم البنك الدولي عم بيقول لبنان بده 19 سنة. شو عرفه؟ ما بعرف، أنا جاي أتأكد سعادة الحاكم هل فعلا بدنا 19 سنة لأنه لا بس هالقد وضعنا مش قادرين نطلع من الأزمة اللي نحن فيها؟ لا فينا نطلع، لأن إذا صار في حكومة صار في رؤية متكاملة لبنان بيعالج مشاكله، لأن لبنان يتكل على اللبنانيين، واللبنانيين ما زالوا ناس ناجحين بالخارج وعندهم حب للبنان وبوصفه بسرعة. أنا بتذكر وقت اللي رجعنا بال 93 كانت الدنيا خربانة هون، ما كان في لا كهرباء ولا يلموا زبالة ولا شيء. بكم سنة شفنا لبنان رجع صار مركز مؤتمرات. بقى ما في اليوم واحد يحط عدد سنين، بس تأخرنا تنتحرك، ما بلش تأخرنا تنتحرك بالإصلاحات بإعادة هيكلة القطاع المصرفي بالمعالجة السياسية. يعني لهلا ما عندك حدا ماسك البلد. طيب صندوق النقد الدولي اي متى رح نرجع نحن؟ بدك طلب حكومة، يكون في حكومة حاضر صندوق، هو حاطت شروط واصلاحات، على ما يبدو الشروط مش حالة رفع الدعم وتحرير ثالث. لا هو بيصير في تفاوض دايما بس اليوم بقول لك صندوق النقد، انا بالتفاوض بدي اتفاوض مع حكومة قائمة ما في اتفاوض مع حكومة مستقيلة.
البعض عم يتهم المصارف ومصرف لبنان بأنهم ما بدهم يروحوا يتفاوضوا مع صندوق النقد لأنه حاطت شروط قاسية: إعادة هيكلة القطاع المصرفي من ميل والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان من تاني ميل. لا، أول شيء نحن مع التعاطي مع صندوق النقد. تاني شيء نحن مع الإصلاح المصرفي. تالت شيء التدقيق الجنائي هن قالوا، صندوق النقد قال شو طالبه. التدقيق الجنائي مطلب محلي بس نحن معه، ونحن سلمنا كل اللي لازم يتسلم ليعملوا تدقيق جنائي على مصرف لبنان. ما عندنا مشكلة، ما في حجة يعني. عم يتهموك انك نجحت بتطهير التدقيق الجنائي. هيدا يمكن فيز 1 يعني قبل ما يعدلوا القانون. سرية يعني. كمان ذات القصة انه تعطي معلومات ممنوع تعطيها بموجب القانون. طيب يا عم يعملوا لنا تشريع منعطيها، عملوا تشريع عطيناها. يعني انت قدمت كل المستندات وكل شيء كله ما في مش من عندك عرقلة التدقيق. ما في عرقلة، ليش التدقيق الجنائي. انتقل للمحور الثالث، القطاع المصرفي في لبنان. ثلاث تعاميم اساسية طبعت المرحلة ما بعد ثورة 17 تشرين والانهيار: 151 154 و158. ليه عم بيلاحظ كتار سعادة الحاكم أن الحاكم مش عم يقدر يلجم بقى المصارف يلي عمليا قسم منها ما بقى عم تلتزم بيه التعاميم؟ يعني بالآخر المصارف يمكن بعضها أوضاعها بتخليها تتأخر بتنفيذ تعميم، أو الوضع اللي قائم حاليا مع كل هالصعوبات بتأخره، ولكن بالآخر بده يلتزمه. لأن اليوم المصرف اللي ما بيلتزم كمان نرجع على القانون، يعني صار معرض لعقوبات لهيئة مصرفية. ليه ما شفناك أخذت ولا إجراء بأي مصرف ما عم يلتزم؟ نحن اليوم عم ناخد إجراءات بس يمكن ما نحطها بالإعلام. وتاني شيء طالما عم نقدر نتفادى نخلق دعاية سلبية تما نزيد مشكلة على المشكلة القائمة بالنسبة للثقة، نقدر نعمل شغلنا بدون ما يكون فيه هالإعلام الكبير. وبالفعل العلاقة جيدة مع المصارف، علاقة جيدة، وعملنا التعميم 154 اللي التزموا فيه. رح أوصل له بس بدي أحكي عن التعميم 158. كتار من اللبنانيين اعتبروه هيركات وكابيتال كنترول. ليش؟ يعني ما فهمت هيدا. $400 والـ400 الثانية على سعر 12,000 بوقت السوق 21,000. حتى على منصة صيرفة وصل ب 23 تموز ل 17,000. حطينا 12,000 لأن كان بهمنا يكون في ضبط للسيولة اللي بدها تجي من وراء التعميم بالليرة اللبنانية، لهي سيولة إضافية، فكانت لمصلحة المودع. وتاني شيء أنت بتعرفي إنه اليوم الكاش اللبناني مطلوب، عم يدفع حقه مصاري يعني. صحيح. فمش مزبوط إنه هالهركات هالقد كبير. ثالث شغلة، عم نجي منعطي $400 نقدي بنك نوت. يعني اللي هو كان مطلب اللبنانيين. طيب هون عندي هلا وقت وصلنا على كل هاي. لا هون عندي نقطة سعادة الحاكم، اللبناني ياخد الدولار بيدفع اللبنانيين قبلوا رغم انه هيركات وكابيتال كنترول قبلوا، ولكن المصارف تماطل، المصارف تتحجج باجراءات اداريه واوراق. حملوني كل هذه الاسئله لحضرتك. لا انا مستعد هون اعرف اي مصارف. ومن كان لازم يبدا بواحد تموز، اليوم نحن بآب وفي مصارف بعد ما دفعت. نحن لحديت هلا اللي شفناه انه التقليعه بتموز كانت الى حد ما خجوله. حتى حضرتك يعني وضحت ببيانين يعني اضطريت تصدر قرارات. لحديت هلا من اللي بيقدروا يستفيدوا من هالتعميم ما وصلنا بعد للـ10% من التنفيذ. ولكن انا بعتقد انه يعني ما يخافوا الناس، ونحن مش هيك نزلنا الا انه فيك تلتزمي على السنة، بس ما يخافوا الناس من المئذنين. عم يسألوا شو السلبيات وشو الإيجابيات. يعني الإيجابية إنه أخذت مصرياتك ومشيت، خصوصا للي عنده 10,000 وأقل. ما يعني رح يسكروا له حسابه. هيدي أهم نقطة. نحن مع قلنا لهم للبنوكي، نحن مع نرفض إنه يتسكر الحساب اللي بيكون فات بهالبرنامج. هيدا بياخد مصرياته وحسابه موجود. هلأ كيف بده يرجع يتكون حسابه
هيدا صار على غير أسس، يعني صار بيتغير حسابه أساسا بالليرة اللبنانية. بس أنا بقول إذا عندكم ظرف وعم تقولوا هلأ كل الوقت المصارف لا تلتزم، المصارف لليوم شو بيعمل يعني؟ نحن أيها المصارف شو رح تعملوا معهم؟ في هيئة مصرفية عليا كل المصارف بدها تلتزم، وكلهم بلغونا أنه بده يلتزموا. والمصرف الذي لا يلتزم؟ اللي ما بيلتزم بس يبلغونا عنه، رح يتهلق ما اجينا شكوى على مصرف ما التزم. رح يبقى 12,400 الثاني على 12,000 حتى لو صار صيرفة أعلى بكتير، ما بنعرف شو رح يصير. أنا بعتقد إذا شكلوا حكومة، وهي كمان ما بترجع لأنه إذا شكلوا حكومة الدولار رح ينزل. يعني شفنا نحن وقت اللي تعين الرئيس مئاتي نزل لل 15,500 بآخر النهار رجع طلع، يعني لأن صار في مشاكل سياسية طلعت من وراء. بس أنا اليوم اللي بقوله أنه السعر الـ 12,000 على الدولار على اللبناني إذا الدنيا رجعت بخير رح ترجع تلاقيه. ليه التعميم الـ 158 من تموز 2021؟ ليه مش من تشرين الثاني 2019؟ نص الناس سحبت مصريات على 3,900 سعادة الحاكم، يعني ليه تأخرت بالتعميم؟ احنا ما تأخرنا، احنا اللي عملناه رحنا تدريجيا. ما بالأول بدك تكوني سيولة، هيدا كان التعميم 154 صحيح. اليوم البنوك كونت سيولة، هلا في منهم مش كلهم، في منهم ناقصهم، بس انه هل سيولة اللي كونوها هلا عم نقول لهم كيف بدو يستعملوها. نحن عم نكون السيولة لنخدم الاقتصاد ولنخدم المودعين كمان. يقال أنه في كتير مصارف مش قادرة تأمن هذه السيولة، وحضرتك عم تمنحها وقت وعم بتجرب تساعدها، يعني أفلست وإن لم تعلن إفلاسها بعد. يعني نحن بنعمل ضمن القانون، بتعرف القانون بيقول لك معك سنة لترجع تكوني رأس مالك. عم نشتغل ضمن القانون. المصارف اللي ما رح تقدر تكفي هي لحالها بقى تطلع، يعني مش إنه القصة منا خايفين نحنا بكرة نروح نجيب كذا مصرف على الهيئة المصرفية العليا. بس نحنا جماعة عم نطلع على الصورة الأكبر، يعني عم نقول اللي فينا نحله بفترة شهرين أو ثلاثة منحله، واللي ما فينا يعني نحنا من أيلول، من آخر أيلول وطالع رح نكون عم نحاسب البنوكي على أسس أقسى. كنت طلبت من الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة أنه يعمل جولة للتأكد من المصارف اللي طبقت، أي تقرير عاد به؟ جينا أو عم يجينا التقرير تدريجيا، وهالتقرير هيدي رح نشتغل عليها من آخر أيلول وطارع. في أموال رجعت، يعني اليوم بالفريش أكاونت تبع البنوكي اللي بنسميه فريش أكاونت، ان اللي ما عليهم اي قيود للتحويل صار في مليار و300 مليون عظيم. دولار عظيم. يعني ما منا العمليه متروكه، بس نحن ما عم نعمل بقى هالضجه والدعايه، لان صار الموضوع الوحيد للتداول فيه بالبلد هو المصارف والمصاري وميزانية مصرف لبنان. وكان في حتى اعتبروا انه نزلتوا الاحتياطي 1% كرمال المصارف من 15 ل 14 تتساعدوا كرمال المودعين مش كرمال المصارف، يعني تنوضحها كمان. يعني اليوم هيدا المشروع ال 158 بكلف مليارين ونص، المصارف رح تحط مليار و 250 وتسحب من حساباتها بمصرف لبنان مليار و 250. سعادة الحاكم، أي متى رح يبطل عنا خمس تسعيرات للدولار؟ 1005 3900 12,000 سحر المنصة اللي عم يلعب، أي متى؟ يعني بس يصير في حكومة وتحط سياسة واضحة ومبدئيا تتفق مع صندوق النقد، بفتكر بتبلش تشوفي توحيد الأسعار. بس هيدا الوضع اللي مرقنا فيه مرقوا فيه كتير دول، يعني مش إنه شغلة جديدة. ليه غضيت النظر عن عمل جمعية القرض الحسن رغم كل العقوبات الأمريكية على حزب الله؟ هي الجمعية منا مرخصة بمصرف لبنان، بس تقوم بعمل مصرفي، يعني هي شركة مالية طالبة التسليم. هيدي عادة يعني هي شركة إذا بتقوم بعمل مصرفي وهي غير مرخصة صارت ملاحقتها هي بدها تصير من قبل القضاء ووزارة التسليم. تلاحقون الصرافين غير الشرعيين؟ نعم. انتوا بتلاحقوا الصرافين غير الشرعيين؟ لا مش احنا بنلاحق، بتطلبوا ملاحقة. نحنا كل شيء بيصير عمل بدون يعني بدون ترخيص هيدي مسؤولية وزارة الداخلية.
والقضاء. مش لأنه من ضمن عدم المس بمصالح حزب الله؟ يعني نحن بفتكر تاريخيا أول شيء ما عنا شيء ضد حزب الله، هو أن مثلهم مثل غيرهم كلبنانية. بس أنا اللي عم بقوله أنه تاريخيا أخذنا القرارات اللي كتير أوقات اعتبروها هن أنه بتضر بمصالحهم وقبلوا فيها. يعني بتعرفي هالشي من وقت ما صار في عقوبات على لبنان لليوم. كم مصرف بقراءتك لبعدين لازم يبقى بلبنان وفق الحاجات طبعا القائمة؟ يبقى اللي بيقدر يعيش، ما في عدد. يعني اليوم البنك اللي قادر يكون يأمن استمراريته هالبنك هيدا لازم يبقى. ليش نحن ما ناخدها بالعدد؟ لا حسب قراءة يعني قد السوق يعني هلأ بعد الأزمة اللي مرقت دا يرجع لبنان على اللي كان عليه قبل 2019. يعني بده وقت وبده شغل وبده ثقة عن جديد، هي الأصعب، وبده طاقة. يعني إذا بدك كان في مشروع وحلم وال2019 خربطته. أكبر سؤال وأكثر سؤال بينسأل اليوم من كل لبناني في داخل لبنان وحتى من المغتربين، شو مصير وديعون؟ هل لازم ينسوا جنى عمرهم؟ لا ما لازم، بعدنا حكينا فيهم، بعدين عم نقول انه رح يتكون تدريجيا بس تدريجيا على 3900 وبالليرة. يعني ما حدا خلى ليه مش الأمور تتغير بعالم المال؟ ما شو الخيارات الأخرى؟ في خيارات بيكتشفوها. يعني بس على الأكيد ما بعدين اليوم ما تنسي انه في 30 مليار دولار من الوديع قد سحبت. يعني مش انه العملية هالقد مسكرة. وما تنسي انه سحبت على سعر منه سعر السوق بخسارة. انا بعرف انه مجمل الوديع نزلت. واللي خسروه يمكن من جهة الوديع ربحوه من جهة القروض. وما شفت انا قطاعات هلأ انقطعت من التمويل. يعني كمان بدنا ناخذ الامور بشكل تدريجي. هلا في ناس عندهم مصاري ما بيقدروا يتصرفوا فيها مثل ما بدهم، بس يمكن مش كليا، جزئيا، لان المصارف كمان عملت اتفاقيات مع زباينها الكبار. فالامور رح تتزبط تدريجيا. هلا البنوك ما بتقدر تزبط مثل ما عم بقول لك، يعني ظهر مسوء. اصل الى المحور الرابع، الملف القضائي. سعادة الحاكم، مثلت امام القضاء اللبناني بخمسة اب حتى من دون محامي، فاجأت الكل انك اصريت انه يتم الاستماع لك، مع انه كنت تقدر بكتير سهولة تطلب تأجيل الجلسة بسبب اضراب المحامين. مثلت كمدعى عليه سعادة الحاكم ام كمشتبه به؟ لهلا مشتبه به. مشتبه. أنا بالفعل بهالمواضيع كلها اللي بقدر أقوله يعني من الآخر، أول شيء مني مستفيد أو مستعمل قرش من مصرف لبنان. والعمليات اللي عم يحكوا عنها كلها كمان منا ممولة من أموال مصرف لبنان. واللي صار بلشت العملية بسويسرا صحيح كمان بشبهها، يعني ما في دعوة بها. ونفس المنظمات اللي عملوا الاخبار هناك راحوا عملوا اخبار بفرنسا. بفرنسا في تحقيق ولكن ضد مجهول، بعد ما في تحقيق كمان موجه علي شخصيا. هلا اعلاميا الصوره مختلفه. صحيح اعلاميا الدعوة علي حكمت وانحكمت بكل الدول. هيدي هي مش الحقيقه. لا هيدا الواقع. عم بقول لك يعني الحقيقة هلا مش الاعلام بيعمل العدل، يعني بعد في عدليه بالعالم الحمد لله. في اخبار انه القضاء اللبناني طلب الحجز على ممتلكات لإلك؟ انا ما بلغت هالشيء. ما تبلغت. طب شو رح يصير بجلسه 28؟ ما بعرف. بتسأل الوضع القانوني؟ انا عم بسال. ما بعرف، ما عندي فكره. أنا بتصرف القضاء. يقال بأيلول سبع نيابات عامة رح تجتمع ضدك. شغل العالم سعادة الحاكم، بريطانيا وفرنسا وألمانيا. يعني سبعة. مجلس الأمن رح يجتمع. ما مش عم بعرف من وين بعد ممكن ينفتح لك ملفات. هل في دخان من دون نار أم عن جد في مين بده راس رياض سلامة؟ هلا لك في مين بده؟ أكيد في مين بده. مين؟
ما بعرف مين بتتهم. ما بقدر اعرف. بساعدك العهد. لا لا. العهد حزب الله الطامحين لخلافتك مين؟ لا انا ما بدي اقول شيء، بس انه اكيد في هلا باخر الطريق. يعني انا ضميري مرتاح، بعرف انه ما في شيء غلط معمول، واساسا يعني الامور بتظهر تدريجيا. في مرحلة صعبة هلأ من التشكيك والظروف الصعبة، واستعمال استعمالي ككبش محرقة بكتير محلات، ولكن يعني هيدي الأمور إن شاء الله بترجع. ما بصح الله صعب. سهل تحريك القضاء والإعلام في الخارج؟ بإخبار بيتحرك مثل هون ذات الشيء. لا لأنه هون نحن بنعرف فيك تحرك قضاء، فيك تحرك اعلام باتجاه ضد اخبار بتحرك، بس هي كيف ما هو الصوره مش هيك. هن ما بيعملوا الاخبار لما مضمون شو فيه بالاخبار، يعني بيعرفوا انه ما عندهم معطيات، يعني اخذينا كلها من تقارير هيك. بيعملوا اخبار ليعملوا دعايه، يعني اذا بدك تعرفي وين في الاستهداف بدك تشوفي انه مثلا كيف شو بدأ ما بدأ، انه بذات اللحظة بذات النهار بأربعة وخمس صحف أساسية بيطلع ذات المقال. يعني تعرف انه في مين وراء، في حدا عم بيركب هالتركيبات. هلأ مثلا بتشوف مثلا تأسست جمعية بعد جمعة عملت اخبار علي وفيها ثلاثة او اربعة جمعية. يعني في سيستم هلأ ماشي بالعالم بيعملوا هال جمد الملف صحيح بسويسرا؟ ما بعرف، ما عندي معلومات. النقطة الأهم إنه بكل هالموضوع هيدا ما حدا جايب شيء وقيع، يعني حتى اللي مقدمين ملفات قايلين ما عندنا وقيع. يعني بالإعلام أكثر ما في شيء بي هيدا الإعلام، يعني في استهداف. بعد ما في إلا رياض سلامة بس. على ما يبدو قلت لك شغل العالم ساعدت الحاكم. بكل ملف يفتح لرياض سلامة يرد اسم المديرة التنفيذية بمصرف لبنان ماريان الحويك، ورد اسمها على كل حال بالملف السويسري كمان تم استجوابها. شو مشكلتها سعادة الحاكم لماريان الحويك المتهمة أيضا بأنها كاتمة أسرارك؟ من هي هذه المرأة اللغز عند كثير من اللبنانيين؟ مع أنه تكون دقيقة، هي نفذت الكثير من المشاريع الرائدة لمصرف لبنان مثل بداية الأكسيليريت، كمان صيرفة، كمان حضرت مشروع كانت حضرته ديجيتال كارنسي. مين هي ماريان الحويك؟ ماريان الحويك قريبة مني متقربة لإلي، وهيدي مشكلتها تدفع الثمن لأنها تدفع الثمن. هيدي هي تدفع لأن الثمن. هي ما بتتعاطى بالقضايا المالية، وهي بنفس الوقت ناجحة بغير مجالات. يعني ناجحة بالشق اللي نحن أردنا كمان من ضمن الحلم أنه ننجحه، إنه يصير لبنان بلد للاقتصاد الرقمي، ويكون هيدا انطلاقة، وهي لعبت دور كبير بهالموضوع. وكونها موجودة معي كل الوقت صار في الأضواء عليها أنه مدري شو فيه. وإجت مؤسسات منها فعلا مهنية خلقت قصص، وطلع ناس عملوا كليبات، خلقت قصة طويلة عريضة عن ميات الملايين اللي بتطير وبتروح وبتجي وما في شيء منه، ما في اي اثبات. وطلعت مذيعة عملت بروباغاند لشيء ورفعنا دعوة ومبين انه شيء مزور، ورفعين دعوة ببريس كمان. يعني مش بس بينرفع علينا دعوة، في دعوة رفعينا. وهيدي كلها بالاخر الطريق جاية من عملية استهدافي عن يعني تدفع الثمن ماريان الحويك لأنها قريبة مني. لا أنا قريبة مني. طيب خليني أنتقل وراح تضل قريبة مني. خليني أنتقل لمحور آخر. من يحمي رياض سلامة اليوم؟ البعض بيقول الأمريكيين بيحموا رياض سلامة، البعض بيقول رياض سلامة هو جزء من المنظومة الحاكمة، وبالتالي البعض بيعتبر أنت كاتم لهم أسرارهم وبتعرف كل شيء عنهم، وهن يعني اثنينكم كاتمين أسرار بعضكم. شو بيجاوب رياض سلامة؟
لا هي يعني مش توازن رعب الموضوع. انا ما بعتقد يعني خليني بلش بالامريكيين قبل ما نوصل لهون. بالنسبه للامريكان نحن حريصين انه علاقتنا تكون منيحه معهم والاخص مع الخزينه الامريكانيه، وهالشيء لمصلحه لبنان وعم ننجح بهالشيء لان نحن عم نتعاطى بصراحه وبشفافيه معهم. بالنسبة لداخليا أنا مني معادي حدا للحقيقة، يعني مني معادي حدا، بس بنفس الوقت ما عندي أسرار. مثل بكرة رح يكتشفوا، أنا مش باقي كل حياتي بمصرف لبنان، رح يكتشفوا أنه مصرف لبنان ما عنده الأسرار تبع الناس تبع الأحزاب تبع الزعمة. هيدول شغلهم بالبنوكة مش بمصرف لبنان، ومصرف لبنان ما بتمرق عن طريقه العمليات التحويل وقت بده يحوله لبرا. هيدا ليالي بيقول انك بتشكل جزء من هذه المنظومة وبتعرف اسرارهم. نعم بقى يمكن بعرف مثل غير بعض الناس عن بعض العمليات لان مرقت على صعيد الدولة، بس اسرار الناس ما بعرفها لان هاي الاسرار موجودة بالبنوك. مش من يحميك اذا كل هالملفات اللي انفتحت؟ انت شايفتيني محمي؟ لا تنطمن يعني. طيب لك علاقة مميزة جدا مع الامريكيين، بذات الوقت كمان علاقتك جيدة مع حزب الله، يعني ما بينزعجوا هن من علاقتك مع الامريكيين، كيف قدرت تحافظ على هذا التوازن؟ انا عم بشتغل بشفافية، يعني كل شيء لمصلحة لبنان بعمله. من هنيك ورايح بتصير ردات الفعل. نحن عم نعيش هلا أزمة جديدة، ردات فعل على شغلة ما قلنا علاقة فيها. بقى ما بعتقد أنا إنه جاي عم فضل فريق على فريق. أنا كل شيء عم بقول إنه اليوم القطاع المصرفي اللبناني ما في يستمر وما في يعيش إذا ما كان قادر يكون عنده نشاطه مع المصارف المراسلة. وهيدا إذا نحن ما كنا باتفاق واضح وبتعاون واضح مع الخزينة الأمريكية عم نكون عم نهدد مصير لبنان واقتصاده ومصير اللبنانيين. وبعدين ما تجي تسألي بقى عن مصريات المودعين إذا ما عندك مصارف مراسلة. هون ساعتها بصير عندك المشكلة. يقال أنه إحدى نقاط ضعف رياض سلامة كانت أنه هو مرشح دائم لرئاسة الجمهورية، كرمال هيك كنت تساير هذه الطبقة الحاكمة، كنت تغطي لهم يمكن كتير أمور بيمرقوا فيها، تحررت من نقطة الضعف سعادة الحاكمة؟ أولا لصحح الأمور، أنا ولا مرة اشتغلت لأعمل رئيس جمهورية. وقت كانوا يطرحوا اسمي كانوا يطرحوا اسمي من حيث أنه تقليديا بلبنان يا بده يجي زعيم سياسي يا بيجي عادة قائد الجيش أو مرة إجا حاكم مصرف لبنان. بس أنا ولا مرة رحت حكيت حدا وبتحدى أي واحد إن كان محليا أو خارجيا أنه أنا بدي أترشح لرئاسة الجمهورية. فهيدا مرض ما عندي، ولذا تركه شايفة منه خلق. أصل إلى المحور السادس، تعابير قلت حضرتك سعادة الحاكم تسببت بنقمة عارمة عليك، أصريت حتى بعد اندلاع الثورة بأنه الليرة بخير، هل أخطأت بهذا التعبير؟ ما بعتقد. وشو اليوم وضع الليرة الفعلي؟ لا أنا ما قلت بعد الثورة أنه الليرة بخير. قلت هيدا الكلام اللي عم تحكيه جاي من مرة كان ظاهر من مجلس النواب، اللي عم يسألني السؤال قال انه بعدك بتقلنا الليرة بخير. قلت له ما بعرف الليرة شو، بس ما بتذكر شو الجواب يعني، بس وقتها كان الجواب انه ما بعرف شو بدي يصير بالليرة. هن استعملوا شو سأل. فهيدي من الامور اللي استعملت لتشويه صورتي. اليوم شو وضع الليرة؟ شو بتقول عن الليرة؟ اليوم الليرة هي رهينة تشكيل حكومة واصلاحات، ومن بعدين نشوف شو بصير. طيب قلت ايضا الودائع موجودة، اصريت انها موجودة بالمصارف ومش عندك، كأنك عم بتكب خليني اقول كرة النار بملعب المصارف
سعادة الحاكم، وبذات الوقت تصر انه حق المصارف تدفع الودايع بالليرة مش بالدولار، بوقت الناس بتقول يا عمي كيف حطيناها لازم ناخدها. لا، نحن جينا قلنا الودايع اللي كانت قبل 2019 هيدي ودايع ما فينا نعرف اذا كان اصلا دولار او اصلا لبناني قلب الى الدولار. قلب. بس اكيد انه كل شيء نعمل دولار من بعد تشرين 2019 هيدا ما حدا نجيب دولار من برا، هيدا كله تحول داخليا، لان اللي جاب من برا حطهم بالحساب اللي هو كان خلق اللي هو تبع الفريش مان. فاذا اليوم المعادلة هي انه تعطي الناس دولاراتها للي لازم ياخد دولاراته، واذا مش قادرة تعطي كل المبلغ بالدولارات تعطي قسم بالدولار قسم بالليرة ولكن بسعر السوق، يعني بسعر صيرفة. دولار وين اليوم؟ عم تقول الدولارات الودايع موجودة، الدولار وين اليوم؟ دولار وين؟ في عندك 14 مليار دولار بالبنك المركزي، في عندك 5 مليار دولار البنوك عندها اياها مع البنوك المراسلة مكسورة مليار بتقول المصارف. لا مش مزبوط، عم بعطيك ارقام مزبوطة. وعندك الذهب بيسوى 17 مليار دولار، وبعدين عندك شو بيرجع بيتحصل من ديون واصول وخصوصا ديون الدولة. فلا الوضع مش انه رايح على الاخر. عظيم. في ازمه، يعني كمان تما حدا يجي يقول انه ما في انه والله مسهل الامور. لا، في ازمه. سعاده الحاكم، نقل عنك وانتشرت كتير على مواقع التواصل الاجتماعي انك قلت بكره بيتعودوا وما حدا رح بيموت من الجوع، شو حقيقه هيدي الجمله؟ مش حقيقه، انا ما قايل هيدي. انا ما قايل. نقلت عنك، حتى هون عم ينقلوا عنك كلام. آخر عبارة كمان عاملي نقمة كتير لما قلت تخطينا المرحلة الخطرة، وقت كتار بيعتبروا انه نحن هلأ ارتطمنا، هلأ دخلنا بالأسوأ. لا مش اذا نقطع، لا انا عم بحكي كنت على القطاع المصرفي. وقت اللي شفت انه المصارف بالخارج نزلت التزامات اللي كانت عليها للمصارف المراسلة، اعتبرت انه الجزء الاخطر من الازمه قطع. لان اخطر شيء كان انه يجي مصرف مراسل يقفل حسابات مصرف لبنان اللي عم بيدفع له او يدعي عليه. وكان خلق لنا ازمه بالنظام. هيدا اللي كنت عم بقصته وهيدا اللي شرحته بجمعيه المصارف. عظيم. يعني هيدي هي حدود كل هذه التعابير يلي عاملة نقمة عارمة على رياض سلامة. ختاما بدي أطلب منك سؤال أو يمكن اعتذار، إذا أردت أن تعتذر من اللبنانيين، رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، على ماذا تعتذر؟ اللي ذكرته بالأول، أنه صدقت أنه رح يصير في إصلاحات، ويمكن لأنه صدقنا صرنا ننقل من مرحلة لمرحلة كلفتنا. لا، ما تجي كمان، ما نروح للآخر. يعني إذا طريناها شوي نرجع. مش كل المسؤولية على مصرف لبنان، وأقل شيء مسؤولية فيه بمصرف لبنان، بس الشطارة أنه لبسوا كل شيء لمصرف لبنان. أنا بدي أتشكرك كتير على أجوبتك الواضحة، بدي أتشكرك مجدداً أنك خصصت هذه المقابلة لبرنامج استجواب بهذه الفترة الحرجة يلي كل واحد أنجأ على كلمة لحقينه إذا بدك تقدر يقولها. بدي أتمنى أنه يرجع لبنان كما كان في سابق عهده. مجدداً شكراً لك الحاكم رياض سلامي على هذه المقابلة. أهلا وسهلا فيك.